انفراد بالسلطة، انسداد الأفق السياسي في البلاد، وطموحات تمديد وتوريث، فساد حكومي، عبث بالثروات، فقر بطالة، وغياب للخدمات، جميعها بالإضافة لزخم ثورات مصر وتونس وفرت ظرفاً مناسباً تفجر فيه حراك شعبي. ومن أمام جامعة صنعاء كانت البداية واندلعت الثورة. في 15 من يناير خرجت أول طواهرة في صنعاء وتبعتها أخرى متفرقة على مدى أيام. وفي تعز وتحديداً في 11 من فبراير خرجت أول مسيرة حاشدة مطالبة صراحة بإسقاط النظام. السادس عشر من فبراير وفي عدن سقط أول شهيد للثورة الشبابية. أيام قليلة ونصبت الخيام أمام جامعة صنعاء، وبدأ المئات بالاعتصام الأول، وعرفت بساحة التغيير منذ 20 من فبراير. احتشد اليمنيون وانشئت ساحات اعتصام في معظم محافظات الجمهورية، بعدما بدا للنظام أنه أمام ثورة شعبية لن توقفها وعود الإصلاحات التي أطلقها لتهدئة غضب الشارع، أمر قواته بمواجهة المعتصمين السلميين. وحين لم توقفهم محاولاته دفع ببلاطجته، وكانت مجزرة جمعة الكرامة في 18 من مارس. سقط فيها ما يزيد على 56 متظاهراً برصاص مسلحين ملثمين اعتلوا أسطح المنازل المجاورة للساحة. يوم شكل لحظة فارقة في مسيرة الثورة، خاصة مع الانشقاقات الواسعة داخل صف النظام الحاكم. كان أبرز المنشقين قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر. عدن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب. توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية ليعلن مجلس التعاون الخليجي في 3 إبريل مبادرة لانتقال السلطة. أشهر مضت لم يتوقف خلالها قمع النظام للمتظاهرين، ومحاولات جر البلاد للعنف كان أبرزها انفجار مواجهات مسلحة بين قوات النظام ومسلحي الشيخ القبلي المؤيد للثورة صادق الأحمر في العاصمة. لم تكن صنعاء وحدها التي عانت من قمع النظام، فمحاولات فض الاعتصام وترويع المتظاهرين وصلت ساحة الحرية في تعز بأبشع صورها. وفي 29 من مايو أحرق المتظاهرون وخيامهم ليلاً، وقتل عدد من المعتصمين فيما سمي بمحرقة تعز. ارتد العنف على راعيه الأول ليسقط صالح بعد أسبوع واحد ضحية لمحاولة اغتيال غامضة بتفجير لجامع دار الرئاسة أصيب فيها المخلوع مع عدد من معاونيه. ووسط مشهد بالغ التعقيد ومخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، وقعت المبادرة الخليجية في 23 من نوفمبر بين حزب المؤتمر وحلفائه من جهة، وتحالف اللقاء المشترك وشركائه من جهة أخرى، رغم المواقف الرافضة لشباب الثورة والذين كانوا يصرون على إسقاط نظام صالح برمته ورفض الحصانة التي منحته إياها المبادرة. وكشكل من أشكال الاعتراض على المبادرة والمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين، نظمت مسيرة الحياة الراجلة من تعز وحتى صنعاء في ديسمبر، وبالطبع قوبلت المسيرة بالرصاص الحي وقتل عدد من المشاركين فيها. انقضى عام 2011، وفي فبراير من العام 2012 وتحديداً في 21 عقدت انتخابات رئاسية بموجب المبادرة الخليجية، وانتخب نائب الرئيس آنذاك عبدالرب منصور هادي رئيساً للبلاد خلال ما سمي بالمرحلة الانتقالية. بعد أسبوع من الانتخابات وفي 27 من فبراير سلم صالح السلطة لهادي، ورغم أنه كان تسليماً شكلياً إلا أن المرحلة الانتقالية في البلاد أعلنت لحظتها،
لتبدأ معها فصول الثورة المضادة والتي انتهت بتسليم البلاد لميليشيا الحوثي ومقتل مهندس الانقلاب على يد حلفائه الحوثيين.